السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين الأعزاء في قناة عندليب البريجيت. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم بعد أيام قليلة بإذن الله تعالى، أعده الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركة. درسنا النهاردة هو درس سريع كده وبسيط جدا، وهو تفعيل جميع اصدارات الويندوز بضغط زر واحدة فقط، مش هنضغط على اي حاجة. طب تعالى نتأكد ان نوع الويندوز ده هل هو محدث او منشط ولا لا. هنا بيقولي لم يتم تنشيط الويندوز الفيديو. بعد ان نقوم بتحميل البرنامج من الرابط اللي اسفل الفيديو سيظهر لنا بملف الانظار اللي بالشكل ده. سنقوم بالضغط على ملف الانظار مرتين اتنين، هنختار اور أيقونة البرنامج بالشكل ده وهنضغط على نعم. سيظهر لنا البرنامج، هنضغط انا اقبل وبعد ذلك سنقوم بالتنشيط ونقول نعم وننتظر بضع دقائق معدودة حتى يتم تنشيط الويندوز. وبعد ظهور العلامة الخضراء اللي في دايرتي كده تم تنشيط نوع الويندوز الخاص بينا. طب تعالى نتأكد تاني، هنضغط على ماي كمبيوتر عندنا، هنا تم تنشيط الويندوز بالفعل، تم تنشيط الويندوز بالفعل، تم تنشيط اصدار الويندوز بيتم تشغيله حاليا على الكمبيوتر. وبكده تم التنشيط ونقدر ان احنا نستخدم الويندوز بكل امكانياته وبكل اشكاله وبطريقة سهلة جدا. قبل ما انهي الشرح، انا كده الشرح انتهى، قبل ما انهي الشرح انا عايز انوه عن معلومة بسيطة. تفعيل الويندوز هام جدا 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 حتى بيتم تسريع الويندوز. لو انت ما فعلتش الويندوز، الويندوز بتاعك هيبقى بطيء في الانترنت، في خدمات كتير جدا هتحصل عندك، مشاكل كتير هتحصل في الويندوز، مش هتقدر تستخدم الويندوز بكامل طاقته الأساسية، هتلاقي طاقته ضعيفة وتحس إن الجهاز بتاعك تقيل وكل شوية تعمل ويندوز وتحس إن هو من كتر البرامج. طبعا بالتأكيد لأ، لازم تكون مفعل الويندوز. وتقبلوا تحياتي أعزائي المشاهدين وانتظروني في شروحات قادمة.